الصلاة على سجادة فيها المسجد ده أو المسجد المكي أو يعني ده حرام الواحد يصلي على أي حاجة بقى كده؟ لا مش حرام لكن يكره لأنها تشغل المصلي، يعني الصلاة على سجاجيد عليها تصاوير، التصاوير تشغل المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في يوم في ثياب خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأن بجنيت أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. وكانت عائشة أيضا وضعت قراما عليه تصاوير تستر به سهوة، فقال لها النبي أمطي عني قرامك يا عائشة، فلا زالت تصاوير تعرض لي في صلاتي. فالشيء الذي يشغل المصلي يكره، لكن الصلاة صحيحة.